ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مشاكلنا مع الأمهات واللي بيخشوا المطبخ المبتدئين لسه، تقول لك والله يا شيف يعني مع موضوع تقطيع الخضار ده بالنسبة لي يا إما يتجرح صباعي يا إما تحصل لي مشكلة أطلع من المطبخ بحادثة، أنا مش عايز الجو ده. أنت معاك الشيف شاطر أهو، دمه خفيف بيهزر وبيضحك ومش بيعمل أكل وبس، بنخش فيه أمور تخص الأسرة وأمور تخص المطبخ، وإن إحنا ما نقطعش الخضار وما نعرفش ده مش عيب على فكرة. أنا مش بالسهولة اتعلمت إن أنا أكون عند شاطر في تقطيع الخضار، ومش بالسهوله اتعلمت ان انا ازاي كل حاجه من الخضار اللي قدامي ده له طريقه في التقطيع. فانا حبيت النهارده مش في المعتاد دايما بقطع الخضره مع حضراتكم، بيطلع الطبق السلطه الخضراء المساعدين بتاعي مقطعينه وجاهز وزي الفل. ولكن قال لك ايه، المسكينه والمستحد مش لعبه اي حد، سكينتك لازم تكون ايه حاميه وانت بتقطع الخضار. هتقول له وانا هقطع لحمه؟ اه يا ست الكل، تقطيع الخضار بسكينه حاميه افضل بكتير ما تقطعيه بسكينه بارده لاسباب كتيره. اولهم مش هتفقدي جزء كبير من السوائل اللي موجوده في الخضار، يعني ما يجيش مثلا اقطع بالسكينه بارده طماطم الاقي الطماطم كل عصير الطماطم نزل على البلانش وانا بقطع، ما ينفعش. ما يجيش مثلا وانا بقطع جرجير وخاص بسكينه بارده الاقي التقطيعه مش طالعه حلو، لان الخضار بالذات زي البقدونس والجرجير والخاص ما ينفعش تعيدي عليه التقطيعه. الناس اللي بتفرم تبوله بالسكينه لازم هي الفرمه والتقطيعه من اول مره، ده مهم جدا على فكره. عملتي وسنيتي السكينه زي ما سنيتها دلوقتي، ده ما يمنعش انك تمسحيها بمنديل او بفوطه كده مبلوله ميه اهي بالشكل ده كده علشان تشيلي مكان احتكاك المعادن ببعضيها. نتكلم كلام علمي سليم، البلانشه بتاعتك نظيفه وزي الفل، ما تكونيش قطعت عليها فراخ او لحمه او سمك قبل كده. انما لو الخضار هيخش النار عشان الناس اللي بتشوفنا، ده ما يمنعش ان البلانشه يكون متقطع عليها اي حاجه، يعني هتدخلي بصل النار، هتقطعي فلفل تدخليه النار، ده ما يمنعش البلانشه عليها بصل عليها لحمه او فراخ. دي مدرسة بقى، حلو الكلام؟ اه، لأن طالما الحاجة هتخش النار والبلانشة كان متقطع عليها فراخ أو لحمة أو سمك ده ما يمنعش. إنما أنا أقطع سلطة دلوقتي والسلطة دي طبعًا هناكلها باردة بعد ما نتبلها بزيت الزيتون وعصير الليمون، فده يستحسن ويفضل وواجب ويفرض إن الخشبة والسكينة ما يكونش فيهم أي آثار للحوم أو فراخ أو سمك. المقادير السلطة على الشاشة. تشكيلة من الخضار من خير أرضنا والصورة الحلوة على الشاشة تتحدث عن نفسها. خس بأشكاله، كرنب أحمر، جرجير، جزر، طماطم، بصل أخضر، خيار، شوية حب، بصلية ناعمة نقطعها وبصلية خشنة عشان ندي الفليفر والطعم، وأسس التتبيلة بتاعة السلطة قبل كل حاجة. بس خلونا نطلع اللي في الفرن الأول قبل ما ننسى، مع إن قايل المخرج الجميل فكرني. حلو؟ أه، كبد الفراخ كريسب، عايز حضراتكم تتفرجوا عليها كده ونتغزلها وانا بقطع طبق السلطه. دم مين يا راجل يا طيب؟ واحنا نتعلم لسه المصلحه يا عم فاروق. ايه الكلام يا راجل يا طيب ده؟ ده كلام؟ شوف الكبده وجيب لي تفاصيلها بقى، جيب لي نقطه دم واحده. اه. بمجرد ما خضت الصدمه الناريه على الجريل او على الطاسه خلاص. انا دخلتها الفرن. هعمل زي الكبابجيه بقى. شوية بقدونس حلوين كده مغسولين ونضاف اهو زي الفل. البقدونس ده على فكرة لازم ونصيحة مني، بتحطي بقدونس تحت مشويات اخواننا الكبابجية من فضلكم. البقدونس اللي بتحط تحت السيخ الكباب المشوي او الكفتة من فضلكم يكون عليه الحرص نضيف ومغسول، لان بيبقى فيه اطفال على السفرة عندهم حب الاستكشاف وحب الاستطلاع عايزين ياكلوا منه. والله البقدونس حاجة كده بتدي ابتهاج وروح من الحلاوة والجمال، والبقدونس لطيف وجميل لو حتى ان هو اشتبك مع الكفتة والكباب مفيش أي مشكلة لما ناكله، فعشان كده بنصح ان هو يكون مغسول ونضيف. اه، دي كبد الفراخ بعد ما تعملها بالطريقة دي بجد لا هتاكلي كباب ولا كفتة، هي كبد الفراخ يعني زي الفل بألف هنا وشفا. كل يوم نجيب كبد فراخ نعملها بدبس الرمان مع لسان عصفور طاجن، نعملها مشويه. الشيف المغازي النهارده غير من معالمها خالص وعملها كريسب اهي للاطفال اللي بيعترضوا عليها. اهو ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الجمال ده، اهو زي الفل. خد تقدمها بقى، دي عدالها ايه، عامله بيتزا، عامله شويه رز حلوين، رز معمر مثلا، عاملة يا ست الكل مكرونة لوحدها كده مع سلطة الطحينة تبقى لطيفة وجميلة مفيش أي مشكلة. خلي بالك برضو، آه ممكن تقدمي معاها مايونيز أو سلطة الطحينة حسب الرغبة.
انا عايز دلوقتي اقطع الخضار ونشوف ازاي نعمل طبق سلطه لطيف وجميل. هنبدا باول حاجه البصل. البصل الحلو ده كده بصراحه البصل طبق السلطه على السفره زي السفره بتاعتنا دي النهارده ده مطلوب. ممكن هنا تستغني عن الرز والمكرونه، مفيش داعي للرز والمكرونه لان السبانخ بتاعتي فيها حفنه من الرز. الجبنه على وش السبانخ خدت لون، البصلايه زي ما هي كده بحطها في الكسروله وابدا اتبلها. دي اول حاجه عشان اشيل الريحه بتاعت البصل من قلب السلطه. اتبلها ازاي؟ اول حاجه شويه نعناع ناشف يابس، نعناع البلدي بتاعنا اللي بنشوفه في الاشاره مع الراجل الطيب، بنجيبه وننشفه ونبدا ان احنا ايه نستخدمه في اطباق السلطه. كوبايه الشاي العصاري، حلو الكلام. حطيت نعناع يابس وحطيت شويه سماء، الله عليك يا عم الشيف، بصله بهيئها وشويه الملح، حلو الكلام. لغايه دلوقتي زي الفل. فص ثوم ني، الله، فص الثوم الني مع طبق السلطه البلدي بيوديه مكان تاني. كل المكونات دي مع بعضها يا عم الشيف، كل المكونات دي مع بعضيها مع عصره الليمون بتاعتي. وامسك دول كلهم مع بعض كده، اللهم صل على النبي، بايديا. بس خلاص. قطعي بقى الخضار اللي عندك، عندك شويه خيار، شويه خس، شويه جرجير، على دول وقلبيها، الف هنا وشفا. تتبيله مختلفه ومدرسه تانية خالص. شفت البصلايه في ايدي عامله ازاي؟ بتتكلم مصري اهي. ده بصل احمر اهوت، تبلته بزيت زيتون وعصير ليمون، فص توم ني، شويه ملح، شويه سماء. عايزه تحط دبس الرمان زي اخواننا الشوام، اهلا وسهلا. دي البصلايه جاهزه، حلو الكلام. هنبدا ان احنا نقطع الخضار مع بعض. عشان كده انا سبت الخضار في الاخر للوقت بتاعنا وبقت البرنامج. قالوا لي خلص يا شيف، ما ازعلش. ابدا وانا شغال بقى اقطع الخضار اللي عندي. مش مفروض عليكي ولا ملزم عليكي يكون عندك كل انواع الخضار اللي قدامي دي كده. خلي بالك، لو هنا في خس وخيار كفايه. طماطم وخيار وخس كفايه، زي ما انت عايزه. ادي الخس معانا. الخس بالذات اللي هو الافرنج ده او الخس الكابوتشا بيسموه، ده يتغسل وهو سليم. قطعيك، شفت السكينه نازله ازاي؟ شفت التقطيعه دي؟ دي مطلوب. حلو الكلام. زي الفل، ناخده زي ما هو كده ونحطه عليه، حلو الكلام. طب السلطه ده هو اهم حاجه عندي يا عم الشيف. عندي خيار، تقطع ازاي؟ الخيار نفس الطريقه، بالطول كده، نفس الطريقه كده. شفت التقطيعه دي بقى سهله جدا اهو، ما تعوريش ايدك ولا حاجه اهو، مش عايزه حرفيه اهو، زي ما هو كده اهو. واجيب السكينه كده بزاويه 45، اللهم صل على النبي. الشكل مختلف اهو. ودايما خليكي في طبق السلطه بتاعك غير اللي موجود بره، عشان جوزك يحب ياكل طبق السلطه من ايدك. ادي الخيار على وش السلطه، حلو الكلام. عندك لوناها بالطماطم، اهلا، طماطمايه حلوه زي دي كده، نأمن عليها، تشيلي طبعا مكان الزهره بتاعتها علشان اهو زي الفل. تقطيع الطماطم ازاي يا عم الشيف؟ اوعى في حياتك تقطعي الطماطمايه من على الجلده بتاعتها، هتبرد لك السكينه وتتعب هنا ايه مفصل ايدك. زي ما هي كده اهو، شفت؟ اسهل من كده. فين الميه بتاعت الطماطم؟ في قلبيها. في ميه على البلانش يا مخرجنا؟ حلو، ناخد الطماطم في قلب السلطه، اللهم صل على النبي. زي الفل. عندك ايه كمان؟ جرجير، اوبا، تعالى يا عم الجرجير. زي الفل. شيلي طبعا ويتغسل هو سليم. التقطيعه دي عملت طبق سلطه جميل وحلو، عدل الاكل بتاعنا. نرجع بعد التعب ده كله، الاكل ده صحي يا شيف؟ طبعا صحي. صحي بنسبه كام؟ صحي بنسبه 100%. نتكلم، السبانخ قدامنا شفنا مكوناتها، كبد الفراخ شفنا تركيبتها والماتيريال بتاعها. ايه الدهون اللي هنا؟ مفيش. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لنا مشاكل هنا؟ مفيش. طبق السلطه ده نقلبه بشياكه كده، عايزه بقى تغرفيه او تحطيه في الثلاجه، اهلا وسهلا. اهم حاجه الفكر الاولاني خالص اللي هو البصلايه خدتها قطعتها تبلتها بفص ثوم
بزيت زيتون بعصير ليمون، بدأت قطعت الخضار عليها. آه. شفت سلطة يعني دي تكلفتها كام؟ والله ثلاثة تعريف، ولما بقول ثلاثة تعريف عشان اخواننا اللي على السوشيال ميديا ما يفهموش الموضوع غلط وابدا اسمع كلام ما يعجبنيش. ثلاثة تعريفها تعبير مجازي عن ان الحاجة دي في متناول الجميع. اه. وانا هسيبها على فكرة في نفس الكسرولة دي كده اختصارا للوقت، ممكن تغرفيها منها وتقدمي منها حسب الرغبة للي قاعد على السفرة بتاعتك، بألف انا وشيف. السفرة بتاعت النهاردة سفرة صحية اه. غير مكلفة اه. فيها فكر طهوي اه. فيها خبرة طهوية اه.